السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب القناة، ورجعنا لكم مع مقطع جديد من الباتل فيلد 3. وإن شاء الله اليوم أنا جايب لكم تحديث جديد 4.4، كل شيء عن التحديث، عن الأسلحة، الخرائط الجداد، الأطوار الجديدة، إن شاء الله كله بيكون موجود في المقطع. خليكم معنا لآخر المقطع لتعرفوا كل شيء جديد عن الأسلحة وتغييراتها والدمج تبعيتها، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك وتفعيل زر الجرس، وبنشوفكم على خير. منبلش مع النقاط المهمة في التحديث يلي هي نزلوا خريطتين جداد. أول واحدة اللي هي لوفتن آيلاند، وطبعاً في عنا الماب الجديد الثاني يلي هو بروفنس. طبعاً الاثنين هلا حالياً موجودين في الباتل فيلد في، بس بطورين يلي هو السكواد كونكويست والتيم ديث ماتش. هذه أول نقطة. ثاني شيء نزلوا سلاحين جداد، طبعا حيكونوا متوفرين بالاسبوع الثاني من تايد اوف وور، اللي هي المنظر بوش 39 والبريدا M1935 PG. طبعا هذول حيكونوا متوفرين قريبا. وعندك حاليا اهم نقطه اللي هي الماكس رانك، حاليا بتقدر تساوي الرانك تبعك لل 500، يعني فيك تلعب الحين وتشوف الرانك طبعا عم يرتفع لل 500. ومن التعديلات كمان في تعديل جديد نزلوه اللي هو على جنرال على اللعبه، حيخف الكراش والتعليقات على اللعبه. وكمان كان في لاعبين بيواجهوا مشاكل وقت يساووا بروكن ارمر بالفاير ستورم، طبعا هذا الخطا هلا حاليا صلحوه ان شاء الله وما حيكون موجود باللعبه. نتكلم هلا بالتفصيل. اول شيء نبلش بالخرائط والاطوار. حاليا خرائط الجداد مثل ما كلمتكم، لوفتن ايلاند نزلت افيلبل تيم ديس ماتش وسكواد كونكويست، والبروفنس نفس الشيء نزلت حاليا كمان بس تيم ديس ماتش وسكواد كونكويست. والثاني شيء عدلوا على ماريتا، في تعديلين على ماريتا. كان في طبعا شباك في الماريتا، ولما اللاعب بينط منه بيعلق ما بيقدر ينط منه، حاليا هي ساوي لها فيكس مش موجوده انيمور. وفي ماريتا كمان كان في مشكله بالسبون، تلاقي حالك انت صرت سبون ورا الانمي، يعني كان في مشاكل كتير بالرسبون، حاليا كمان عدلوها وغيروا على الرسبون. وفي كمان ميركوري عليها تعديلين جداد. اول وحدة حاليا ميركوري موجودة بالسكواد كونكويست، ضافوها للسكواد كونكويست. وكمان في فيكس على السموك جرانيت، قنبلة الدخان، وقت كنت ترميها كانت تطلع البيهيفير تبعها، او يعني كان في اخطاء وقت تطلع على السموك، حاليا كمان عدلوا على هذا الخطأ وما لازم يكون موجود في اللعبة. ننتقل هلا على الأسلحة، شو الجديد بالأسلحة وشو التطورات والبالانس اللي صار. طبعا الأسلحة صار في تعديل على السنايبرز وعلى أسلحة الاس ام جي خاصة. من هالتعديلات هاي طبعا الهيب فاير، انت وعم تركض بالسايد ارم والاس ام جيز والبيستول كاريباينز، بوليت اكشن كاريباينز والاسولت رايفلز، هذا كله تحسن وتعدل عليه. وطبعا في الامبروفد الهيب فاير اكيورسي، لما تتحرك انت ومشغل فعاليه او السبيشاليزيشن يلي هي ان هايس جريبس. وفي عندنا كمان انكريز الفيرتيكال ريكويل، طبعا الريكويل زاد اسلحه الام ام جي باي 150، يعني ارتفعت ل 150% من الطلقة الأولى، وترجع مثل ما هي حاليا ابتداء من الطلقة الخامسة. طبعا لازم اللاعب يفوت يتأكد ويشوف السبيشاليزيشن اللي حاطه هو قبل ما يدخل الجيم، لأنه في كتير تغيرات. وكمان صار في تعديل على البوليت أكشن سنايبر رايفلز والسيلف لودينج رايفلز وتطلق ثرو ماتيريالز. وكمان في تعديل على الاي تي رايفل دامج والدمج تبعيته، وزادوا طبعا الدمج تبع اسلحه الميلي اللي هي الاسلحه الالتحاميه الخفيفه مثل السكاكين، يعني من 27 هي كانت زادوها لل 35. هلا حنتكلم عنهم سلاح سلاح اللي تم التغيير عليه. نبتدي بالسنايبر والاسلحه الثانيه. اول شيء كاتبين عن اللي انفيلد نمبر 4 ام كي اي او الام كي 1 وسلاح الروز رايفل ام كي 3، انكريز الماكسيموم دامج، زادوا الماكسيموم دامج من ال 60 لل 65، وزادوا المينيموم دامج من ال 55 لل 60. السلاح اللي بعده اللي هو جيفير ام 95 30 وال30، يعني انكريز المينيموم دامج، طبعا زادوا المينيموم دامج من ال 60 حاليا لل 66.
والكار 98K كمان زادوا المينيموم دامج من 60 ل 66. سلاح السنايبر اللي هو KRAG الكارج جورجسن ما بعرف لو اسمه صح. طبعا زادوا الماكسيموم دامج لل 60 اللي كانت 54، حتى المينيموم دامج كمان زادوها من 54 ل 60. اما سلاح الاي ام بي كمان سووا ريديوز انتنشنال فيرتيكال ريكويل، كمان الريكويل من ال 55 او 0.55 ل 0.52. ريديوز كمان خففوا الماكسيموم فيرتيكال ريكويل للسلاح نفسه الاي ام بي من 0.73 ل 0.6، وريديوز الريكويل من 0.35 ل 0.31، وريديوز الريكويل باتن بشكل عام. سلاح الـ MAB-38 كمان في عليه تعديل اللي هو Reduce الـ Initial Vertical Recoil من 0.55 ل 0.50، وكمان خففوا الـ Maximum Vertical Recoil من 0.73 ل 0.59، وخففوا كمان الـ Horizontal Recoil من 0.3 ل 0.267، يعني 0.267. طبعا هي للبورتد بارل سبيشاليزيشن لو انت عم تستعمل هي الخاصية. وطبعا خففوا الريكول بشكل عام تبعه وساووا عليه بعض التعديلات. سلاح اللي بعده اللي هو MP28 كمان خففوا الماكسيموم فيرتيكال ريكويل من 0.7 ل 0.68، وعندنا الريديوز الريكويل من 0.75 ل 0.66، ومن 0.6 ل 0.55 لو انت حاطت البورتد بارل سبيشاليزيشن. وفي السلاح اللي بعده الـ MP34 طبعا ريبليست الريكويل بافر سبيشاليزيشن، غيروا هي طبعا الخاصية اللي انت لو كنت مستخدمة اسمها ريكويل بافر سبيشاليزيشن، لا اللي هي كانت انهانسد جريبس، بقى هي تغيرت. فوت على السلاح لو انت بتلعب بالسلاح وغير وشوف شو التعديل اللي صار عليه. وطبعا زادوا الانتنشال فيرتيكال ريكويل من 0.48 ل 0.5، وريديوز وخففوا الماكسيموم فيرتيكال ريكويل من 0.63 ل 0.5، وخففوا الهوريزونتال ريكويل من 0.4 ل 0.32. ولو انت بتستعمل كمان خاصية البورتد بارل خففوها من 0.2 ل 0.17. السلاح اللي بعده اللي هي MP40 زادوا الـ Initial Vertical Recoil ل 0.48، هو كان 0.42، وخففوا الـ Maximum Vertical Recoil من 0.63 ل 0.57. أما سلاح الـ M1928A1 اللي هو التومي جن كمان في عليه تعديل، خففوا الـ Horizontal Recoil من 0.9 ل 0.77، وريبليست يعني غيروا الخاصية اللي هي Portal Barrel Specialization with Custom Stock، يعني حطوا الكاستوم ستوك عليه. وطبعا ريديوز الريكويل بشكل عام للسلاح. سلاح الصومي كمان غيروا او خففوا الفيرتيكال ريكويل من 0.76 ل 0.72، وخففوا الهوريزونتال ريكويل من 0.93 ل 0.8، وكمان عدلوا على وغيروا بشكل عام هي البورتد بارل سبيشاليزيشن وذ كاستوم ستوك، كمان بدك تفوت تغير لو انت بتستعمل سلاح الصومي. بشكل عام هنين مخففين الريكويل تبعيته. والسلاح الأخير اللي حنتكلم عنه حاليا بهي الفئة اللي هو ZK-383 طبعا Reduce the Vertical Recoil من 0.42 ل 0.40، وكمان خففوا الماكسيموم Vertical Recoil من 0.5 ل 0.46، وريدروز يعني خففوا الريكويل باتون لما انت بتستعمل Light Bullet Specialization. بتفوت بتشوف الأسلحة شو تغير فيها، بتعدل على السبيشاليزيشن أو الخاصيات اللي انت كنت حاططها على السلاح. ومننتقل هلأ على التعديلات العامة على الأسلحة والجادجتس تبعيتها.
طبعا هلا اهم وحده اللي هي لو انت رميت قنبله حاليا تقدر ترجع تحملها وترميها مره ثانيه. قبل طبعا كنت تقدر تحمل او ترجع ترمي القنابل اللي تجيك من العدو او من شخص ثاني. حاليا انت بتقدر ترمي القنبله تبعك، واذا اجت جنبك بالخطا تقدر تحملها وترميها مره ثانيه. والتعديل اللي صار يلي هو Improved، ساو تحسين على الرؤية والفيجوال إفكت وترمي القنبلة اليدوية، لما ترمي القنبلة اليدوية وتنفجر صار في عليه تعديل حاليا وصارت الرؤية أوضح وأحسن. التعديل الثالث اللي هو للاي بي ماينز، وقت كنت تموت بعض اللاعبين كانوا ينقتلوا كانت تروح الاي بي ماينز تبعيتهم، حاليا هلا ساو لها فيكس وبتضل موجودة الاي بي ماينز تبعيتها. وعدلوا كمان على الاي بي مايلز انه حاليا ما بتقدر تحطها انت على السلك الشائك، كانوا قبل في لاعبين يحطوها على السلك الشائك وهي ما تظهر يعني للاعبين التانيين، الحين عدلوها وما بتقدر تحطها على الاسلاك الشائكه. والتعديل الثاني اللي هو على الاي تي بيستول، صار هلا البيتر انيميشن، عدلوا على الانيميشن تبعيته. وفي عنا تعديل جديد اللي هو الفيات والبنزل فوست، حاليا وقت تضرب اكثر من طلقه تضل تطلق فيه أكثر من مرة، تضرب أكثر من مرة. كان أحيانا في خطأ بالأنيميشن ما عاد تطلع لك إنه في ريلود أنيميشن، كمان حاليا عدلوا عليه. وعدلوا على الميلي ويبن يلي هو الكوكري، عدلوا على الرانش تبعه وتتساوي أنت الميلي أتاك على الخصم. وكمان عدلوا على الـ MAB38 طبعا المهمة اللي هي مهمة 5 VI، شو المتطلبات تبعيتها لتساويها. وكمان عدلوا على خطأ اللي هو من الاس اي او الاس 2 ميستري اي في والاسايمنت تبعيته يعني. وتعديل على اللي عندهم البينك عالي، بيكون كان في عندهم مشاكل وقت يحطوا الاي بي ماينز، هلا حاليا صاروا يقدروا يحطوا واحده ويقدروا يحطوا الثانيه جنبها، بالقبل ما كانوا يقدروا عشان الليتنسي. وكمان في عندنا فيكس للاي تي جرانيت بيستول، ما كان بيساوي دامج للبيلدينج، حاليا عدلوا عليه. وفي تعديل على الاي تي رايفل الاي بي سي ار تبعيته الراوند، هلا صارت تقدر تسوي ديستروي او تدمر اقسام من الابنيه نفسها. وطبعا عدلوا الدمج تبعيتها، صار اكسترا دمج، تعطي اكسترا دمج على المدرعات والدبابات الفايكنز. والتعديلات الثانيه كثير، وكمان بذكر منها على السريع الروي اي تي رايفل كمان عدلوا على الميديوم رانج سكوب. وكمان في عنا الـ M30 Drilling الشوت جن، وقت انت كنت تحمله من الارض كانت ما تطلع البارل تبعيته، حاليا عدلوا عليها وصرت اذا لقيت انت السلاح بالارض واخدته صار يطلع بشكل كامل، ما يكون ناقص منه اي شيء. هدلون اهم التعديلات على الجنرال، على الاسلحة والجادجتس تبعيتها. وننزل هلا حاليا على السولدرز والتعديلات اللي حطيت عليها. اول شيء تعديل على الباراشوتينج، يعني وقت انت تقفز من فوق وتنزل على الارض، طبعا هلا حاليا خففوا الفتره يلي انت بتقدر تفتح فيها الباراشوت، صرت تقدر تفتح فيها الباراشوت بفتره اقل. وطبعا في تغيير ثاني على هلا البلاير بتقدر تتحكم اكثر بالباراشوت دايركشن تبعيتك، وين بدك تروح، بتروح يمين او يسار انت ونازل بالباراشوت. طبعا هي التعديل كله على الطور المالتي بلاير. طور الفاير ستورم ما عدلوا عليه اي شيء، الباراشوت بعده مثل ما هو. وفي تعديل على اليونيفورم او الملابس تبعية البايلوتس الطيارين والتانكرز اللي هن اصحاب التانكس اللي بنزلوا بساوي سبون على تانك او بطياره، في تعديل على اليونيفورم تبعيتهم. وفي تعديل على الاصوات، طبعا هلا الاصوات وقت حدا يساوي سبون جنبك صرت تقدر تسمع صوته بشكل احسن انه في لاعب نزل على الباتل فيلد. في امبروفمنت صارت كمان على اللي هي يعني تحسين على الانيميشن، وقت تساوي ميلي كيل للعدو في عليها تحسين حاليا. تحسين بالفاير ستورم، في تحسين بالفاير ستورم، كان بعض اللاعبين وقت يكونوا متسطحين على الارض ويضربوا بالميلي كانت تعلق الحركة هي او الانيميشن تبعيت الميلي، هلأ كمان عدلوا عليها وما عاد في اي اخطاء فيها. وفي تعديل بالريفايف، وقت انت تساوي ريفايف لشخص تاني كان في عنا يسموه الهيت بوكس وقت يضربك اللاعب التاني، كمان هذا عدلوا عليه، كان قبل في اخطاء فيه. وفي اخطاء كمان تانية كانت بالهيت بوكس وقت اللاعب بيكون عم يقفز، حاليا كمان عدلوا على الهيت بوكس تبعيته.
بحط لهم بشكل عام التعديلات اللي حصلت على الجندي والسولدرز يعني. وفي كمان تعديل مهم اللي هو اللو كواليتي اللي كانت تصير وقت تلعب المود اللي هو جراند اوبريشنز على الايربورن مود. بهي اللعبه طبعا او بهي الماب عدلوا على الكواليتي تبعيه الفيجوال والسولدرز تبعيته. واخيرا الابديت اللي حصل على المركبات اعطيكم كومبوننت عليها. الستورم تايجرز فلير لانشر والسموك لانشر هلا حاليا صار في تساوي سبلاي. والكروكودايل تانك هلا بتقدر تساوي سرعه الايم على جميع الاتجاهات مش على اتجاه واحد فقط. وفي السبوتينج سكوب سبيشاليزيشن للتي 38 كمان هذا عدلوا سووا له فيكس. وفي عنا فيكس للبوغ يلي هو كان الجنر وقت يكون على ظهر الدبابه ما كان ياخذ دامج من الانفنتوري او من المشاة كمان هي ظبطوها سووا له فيكس. واخيرا في تعديلات حصلت لكل بلاتفورم بس بنذكر اللي صار فيها. اول شيء للاعبين البي سي في عندهم امبروفمنت على شيء اسمه الكوموروز انبوت يعني وقت بيستعملوا الماوس صار حاليا اسهل ليستعملوها. اما للاعبين الاكس بوكس اللي صار تعديل او تحسين على منصه الاكس بوكس هو طبعا في كان في تروفيز وارشيفمنت ما كانت تطلع يلي هي جاك اول ذا تريد او جاك اوف اول تريد جلوب تروتر ديث فروم ذا ابوف وايلايت تروفي حاليا ساولهم فيكس وصاروا موجودين لو انت ساويت الارشيفمنت. واخر شيء للاعبين بلاي ستيشن نفس الشيء كمان كان في مشكله بالتروفيز يلي هي جاك اوف اول تريد جلوب تروت ما بعرف لو ذكرت اسمها صح ديث فروم ذا ابوف والاليت تروفي كمان هدلون كان في عليهم مشاكل او ما كانوا يطلعوا للاعبين بشكل عام بس ليساووا الارشيفمنت. حاليا وتساوي الارشيفمنت لازم يطلع الارشيفمنت يجيك التروفي بكل المنصات اللي هي الاكس بوكس 1 او البلاي ستيشن 4. وان شاء الله منتظرين تحديث جديد على ال 4.6 قريبا. حيكون في بشكل عام بعطيكم نظره سريعه حيكون في خريطه جديده اللي هي اوبريشن اندر جراوند وطبعا انا متحمس كتير لهالخريطه. بيكون في تعديل كمان على الام ام جي جيم بلاي وطبعا امبروفمنت وبرفورمانس للعبه حيكون موجود بالتحديثات القادمه حتى تكون مثل سلسلات الباتل فيلد اللي قبلها. وهيك منكون وصلنا لنهاية المقطع. بتمنى أن يكون المقطع عجبكن ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة. ولو عندك أي سؤال أي استفسار فيك تحطه تحت في الكومنت أو تقدر تواصل معي عن طريق التويتر. حساباتي موجودة في الديسكريبشن وبنشوفكن على خير إن شاء الله. سلام.